النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية لابد أنها ملكوت مذهل. مصطفى محمود قصة رجل ألحد على سجادة الصلاة، اتدفن حيه هو طفل صغير واتحبس في مشرحة واشتغل دكتور لكنه كان بيعزف ورقصت كمانجات ورقصة في الأفراح والموالد وحفلات الطهور، ومبارك كان بيحاربه اتجوز مرتين وطلق ومات في أوضة صغيرة على السطوح وسط الكتب. احنا النهاردة بنتكلم عن العالم مصطفى محمود. لو سمعت اسم مصطفى محمود فأكيد أول حاجة هتيجي على بالك برنامج العلم والإيمان، وفي اللي هيقولك ده واحد من أهم علماء مصر، وبالرغم إنه ما قراش ليه كتاب واحد حتى. تعالوا نعرف إيه قصة مصطفى محمود وليه بيتقال عنه إنه ألحد على سجادة الصلاة. مصطفى محمود كان من الأشراف ونسبه بينتهي لعلي زين العابدين. كان أبوه الزوج الثالث لأمه، وأمه كانت الزوجة الثالثة لأبوه، وكان عنده أخ توأم لكنه مات وهو صغير. مصطفى محمود في طفولته كان ضعيف جدا وسهل انه يصيبه اي مرض، وما كانش بيشارك الاطفال في اللعب معاهم، ويمكن ده السبب الوحيد اللي خلاه يتجه للتأمل. كان بيتأمل البطولات العسكرية للإسكندر وخالد بن الوليد وغيرهم، وكان بيتأمل كمان حياة العلماء زي أينشتاين، وزيه زي كتير من سنه بدأ دراسته في كتاب قريته متخاقم في المنوفية، وبعدها دخل المدرسة الابتدائية، وهناك سأل مدرس من المدرسة أسئلة عن وجود ربنا، فما كان على المدرس إلا أنه ضربه بعد ما سمع تشكيكه في وجود ربنا. فهرب مصطفى محمود من المدرسة ومرجعش ليها تاني إلا بعد ما المدرس ده اتنقل منها، ومن هنا بدأت رحلة مصطفى محمود مع الشك المنهجي. وفي سن صغير ما كملش 12 سنة تقريبا عمل مصطفى محمود جمعية اسمها الكفار، كان بيعاند بيها شيخ الجامع القريب منه واللي بيصلي فيها على طول. مصطفى محمود اعترف بعد كده ان الجمعية دي ما كانتش فكرته هو، لا دي كانت نتاج حركة قادها سلامة موسى وغيره من المفكرين. الجمعية دي كانت بتعتمد على افكار تشارلي شامل وداروين، وكانت افكارها بشكل عام ضد الاديان كلها. بدأ بعد كده يتعمق في دراسة الفيزياء والكيمياء والفلسفة والأديان، وعمل معمل صغير في بيته كان بيجرب فيه كل التجارب اللي كان فيه منها كتير ممكن يموته. أهله كانوا عاوزينه يدرس في كلية الحقوق عشان ياخد لقب باشا، لكن هو كان معارض ليهم وتمسك بحلمه بأنه يدرس في كلية الطب، وبالفعل دخل كلية الطب بجامعة القاهرة لأن كان عنده رغبة في البحث عن أصل الأشياء ودراسة جسم الإنسان. كان في البداية بيخاف من المشرحة، لكنه قدر بعد كده انه يتغلب على خوفه منها لدرجة انه بقى يلازم المشرحة ما بيخرجش منها. وفي يوم نسيه جوه وقفلوا عليه، وهو نسي نفسه واللي فتح له وقتها حارس المشرحة وسموه المشرحجي. وبعد الفترة دي دخل مصطفى محمود في مرحلة جديدة من حياته، اتعلم فيها الموسيقى والعزف على الناي، وتعرف وقتها على الأستاذ عبد العزيز الكمنجاتي والرقاصة فتحية سوست، كانوا فرقة بتحيي الأفراح والطهور، فكان مصطفى محمود ملازمهم من غير ما ياخد منهم اي مقابل عشان يجرب بس حاجة جديدة. اما بقى بداية تعلقه بالادب والكتابة كان من بدري من وهو في ثانوي، وقتها المدرسة بتاعته اعلنت عن انه الفائز الاول في مسابقة افضل قصة بالانجليزي عن اكتر احلام رعب، والحقيقة ان القصة دي ما كانتش من وحي خياله ولكنها كانت قصة حقيقية اتعرض لها بالفعل، وده حصل قبل المسابقة باسبوعين لما تعرض لوعكة صحية جديدة. ولما جابوا له الدكتور عشان يكشف عليه، الدكتور كان سمعه ضعيف وما قدرش يسمع نبضات قلبه، وقال لهم انه مات، وجهزوا له الكفن وغسلوه ولفوه فيه، وقبل ما يدفنوه بدقايق قعد يصرخ لحد ما قدر انه يخرج من الكفل ويقول لهم انه حي. ومن اليوم ده اهله اعتبروه ملبوس، وبعد كده بقى بيحب العزف على العود وساب دراسة الطب خالص، واشتغل بعدها صحفي في جريدة النداء، وعاش حياة الصعلقة والسهر لحد ما هجمه التيفود، ووقتها اتحجز بمستشفى العباسية. وفي الوقت ده قرر انه يرجع لدراسة الطب، وتعرف بعد كده على الشاعر والصحفي الشهير كامل الشناوي واللي خلاه ينشر مقالاته في اخر ساعة، وعرف في الوقت ده يوسف ادريس. وبعد ثورة 1952 كان مرحب بالتمرد لانه كان بطبعه متمرد، وبسبب مقالاته اللي كان بيكتبها في الوقت ده غضب عليه الضباط الاحرار. وفي الفترة دي كان كتب كتاب الله والانسان، والكتاب ده كان سبب في شهرة كبيرة ليه، لان الكتاب ده عمل له ازمة كبيرة مع الازهر لانهم اعتبروه دعوة للكفر، وتقدم للمحاكمة وقتها وتم مصادرة الكتاب وصدرت فتوى بتكفيره.
والشباب في الجامعات الإسلامية كانوا بيخططوا لاغتياله بسبب الكتاب ده، وكان كتير بيستنى كتاباته. لكن أزمته زادت مع النص أكتر لما كتب مثالين هاجم فيهم هتلر وجمال عبد الناصر ووصفوا فيه بدراكولا العصر الحديث، وده كان سبب في مصادرة أعداده من روزا اليوسف، وده كان السبب برضو في استدعاءه من إحسان عبد القدوس رئيس تحرير المجلة اللي قال له إن الأوامر جت من الرئاسة إنه يفضل في البيت. بدأ يكتب في الفترة دي كتب عن الاشتراكية والديكتاتورية زي كتاب الإسلام والماركسية، وكتب كمان 3 مسرحيات كان بطلهم عبد الناصر، هما الإنسان والظل والإسكندر الأكبر والزلزال. والمسرحيات دي ما اتطبعتش إلا في عهد السادات، واستمرت المرحلة دي بين محمود وعبد الناصر لحد ما تم التوسط ما بينهم عن طريق هيكل. وفترة حكم السادات العلاقة بين محمود والسادات كانت كويسة جدا، لدرجة إن السادات كان عاوز يخليه وزير العدل، لكن محمود رفض لأنه كان شايف إنه مش هينجح في إدارة وزارة كاملة. وعرض عليه السادات انه ينشر له كتاب الله والانسان، ولكن مصطفى محمود طلب منه انه ينشر له كتاب الاشهر حوار مع صديق الملحد، وكان مصطفى محمود في الوقت ده اطلق على مصر اسم دولة العلم والايمان، والاسم وقتها كان عاجب السادات جدا وقرر وقتها انه يحوله البرنامج. لكن مصطفى محمود رفض بسبب خجله، وجابوا وقتها عبد الرحمن علشان يقدمه لكنه رفض، فاضطر مصطفى محمود انه يقدمه هو، ووصلت حلقاته لأكتر من 400 حلقة. وفي عهد مبارك اتمنى عليه مقالات كتيرة، وفجأة وقف البرنامج كمان بسبب إسرائيل اللي ما كانتش راضية عن كتير من الحلقات. ولما مات مبارك ما حضرش جنازته، وده كان غريب لأن أقل تقدير لعالم بحجمه هو حضور جنازته. ولحد النهاردة العالم مصطفى محمود يعتبر واحد من أشهر الناس اللي خاضت رحلة الشك إلى الإيمان.